مساء الخير سيد علي. مساء الخير. يعني سيد علي، مع عدم ظهور حتى هذه اللحظة رفات الشهيد البطل عباس مدلج، نحن سنتنحى جانبا أمام حزنكم ووجعكم طبعا يلي لا يوصف ولا يقدر، ورح أترك الهوى لصرخة عندك مصحوبة بحرقة بتوجهها للمسؤولين اللبنانيين. تفضل، الهوى لحضرتك. أول شيء بناشد فخامة رئيس الجمهورية، ثاني شيء سماحة السيد حسن، ثالث شيء اللواء حضرة اللواء عباس إبراهيم، هو المعني بالمفاوضات مباشر أو غير مباشر ما بعرف. بتمنى عليهم إنه ما يفللوا الدواعش قبل ما يحضر جسمان الشهيد عباس، وقال لي إذا بدهم يفلوا يعني حاشتغل شيء. أنا إلي ثلاث سنين قاعد ما اتحرك، بس هلا تناي إذا ما بده يبين حاشتغل شيء أنا بالغني عنه. وحكي سماحة السيد وقلنا اتركني عجاني بأخذ الطار، بس إذا ما بده يبين لا بأي واحد بده يطلع بيض بالطريق من عرسان أخرته شيء حقه 350 ليرة. وبالنهاية أنا على الإعدام ما عادت فرقة معي سيد علي. نعم تفضل تفضل. وإذا لا هولا ولكل حادث له حدايث، وإن شاء الله بيطلعوا قدامي 10 والعشرة بدي أقتلهم. سيد علي بدي مش واحد واثنين. أنا بتفهم وجعك، كذلك كل اللبنانيين بتفهم وجعك، اللي هو سواء يعني قدرت تستوعب الموضوع معنا ولا لا، هو أكيد وجعنا ونحن حاسين بحرقتك. ولكن بحسب كل ما أعلنه اللواء عباس إبراهيم، هو أعلن مرارا وتكرارا بأنه ما راح يكل قبل ما يكون في عندهم جواب واضح والحصول على رفات طبعا الشهيد عباس مدلج اللي هو من أوائل الشهداء طبعا وهو مفخرتنا كلياتنا. وبالتالي الدولة مش عم تتقاعس، يعني اليوم ما لقيت الرفات ولكن هن من صباح الغد الباكر رح يستمروا بالعمل والبحث كرمال الرفات. ولكن السؤال اللي بيطرح حاله أستاذ أو سيد علي هو هل الانتقام من ناس أبرياء لا ناقة لهم ولا جمل هو الحل فيما يتعلق؟ نعم. وأنا كمان ما إلي لا ناقة ولا جمال يصير في اللي صار في من وراء مسؤوليننا يضحكوا علينا وبيقعد من واحد بنعدم مقباله عدمه وبتشرفوا عدمه مقباله. قال إذا بنعدمهم كلهم ما بتفرق معهم، أحني حاطينه البوتير 70 جاهم اللي عم يكلاه واللي عم يلبسه، ما حدا عم يقدر يكله ما حدا عم يقدر يلبسه. هل تم التواصل معك سيد علي من قبل أحد من المسؤولين اللبنانيين؟ لحد الآن ولا واحد، لبعض الناس ما بيردوا. نعم. وبرجع بكرر عليك، بناشد فخامة رئيس الجمهورية وسمعت السيد حسن واللواء حضرة اللواء عباس إبراهيم ما يطلعوا الدواعش قبل ما يقضوا بجسمين عباس، وإلا إذا بدهم يطلعوا هم عم يقولوا لي روح اعمل شيء ما بيسوى. نعم. سيد علي بنرجع مرة تانية بنقول أنه الله يرحم الشهداء الأبرار، طبعا شهداء رفعوا راسنا، نحن منقدر وجعك ومنقدر صرختك على أمل أنه توصل للمسؤولين، وعلى أمل أنه طبعا يلتقى رفات الشهيد البطل عباس مدلج كما التقت طبعا رفات الشهداء البقية. ما علي شيء، يمكن عباس شرف كل إنسان عنده ذرة من الكرامة. طبعا طبعا عباس ما وقف راس حدا، رفع راس العالم كله عباس. طبعا إن كان من كل الطوائف. فخامة رئيس الجمهورية بهذاك الوقت حكي معي وعزيني وعاساس ان شاء الله، انه قلت له ان شاء الله انت بدك تيجي رئيس جمهورية وتنيلنا اللي نحن بدنا اياه. نعم. وحضرة رئيس الحكومة انا ذاك رئيس تمام سلام، إذا بيقعد مو واحد بعدهم مقبل وشرف عدهم أم معدم، تركوا الدواعش ياخذوهم معهم وعطوهم مليار دولار قبضوا حق ثمنهم. نعم. وبآخر شيء شهيد بيشرف الناس وبيعلي له مقامه.
وبالاخر ما يجي. مرة تانية نحن بنفهم وجعك، وطبعا على أمل أنه صرختك توصل للأشخاص المعنيين بهذا الملف اللبناني، وهي صرخة طبعا كل الشعب اللبناني، هيدا شيء مؤكد ولا خلاف عليه. بنرجع بنقول معلش بعد خليني أحكي كلمتين. تفضل تفضل، أنا قلت لك الهوى رح يكون لك، تفضل. ولدته ولدته هلا بالله نزلت على وزارة الدفاع. نعم بالله نزلت على وزارة الدفاع، بدها تعرف ابنه وين هو. يا هالفرع المسؤولين بيقبلوا في هذا العمل؟ ما راح تنزل بالله على وزارة الدفاع؟ أي مسؤول بيقبل مرته تروح بالله من مطرح على مطرح؟ يعني لا عتب على مسؤولين، على كل حال يلي تركوا العسكر كل هالفترة ما بقى فينا نقول إذا بيقبلوا بهيك شيء ولا ما بيقبلوا. على كل حال نرجع مرة تانية بنقول الله يرحم الشهداء الأبرار، وبنتمنى طبعا معرفة مصير الشهيد البطل عباس مدلج كما تم معرفة مصير الشهداء الأبطال الآخرين. يعني بنتمنى له الرحمة والسلوان. شكرا لك على هذه المداخلة سيد علي. مشكورة مشكورة. والله يصبركم. مشكورة كثير. الله يصبركم.